نتكلم كمان على نادينا النادي الاهلي، بقول الف مبروك للنادي الاهلي لطبعا الوصول للمباراه النهائيه لنسخه كاس مصر 2021. كل الناس كانت منتظره الماتش مش عشان تتفرج يعني على اللعيبه وادائها، لكن يعني بتقيم او بتشوف المدير الفني الجديد ريكاردو سواريز المدير الفني البرتغالي. وخلينا نتكلم، اكيد مش من المنطق تماما ان احنا نبدا نقيم هذا المدرب من خلال المباراه، لكن ممكن نقف عند بعض النقاط المهمه جدا في البادي لانجويج. واضح جدا جدا انه عنده بيشن كبير جدا، عنده شغف كبير جدا، واقف على الخط ماسك يعني ماسك ورقه وفيها اسماء اللعيبه، حريص جدا جدا كمان على انه يتكلم مع اللعيبه بشكل مباشر، بيتحرك على الخط. كل ده بادي لانجوج بتاخد منه صفات المدرب وصفاته الشخصيه، واضح جدا شخصيه قويه. كمان عنده يعني مع اللعيبه من خلال كلامه مع اللعيبه كمان واضح ان شاء الله باذن الله هيكون في شيء مميز موجود داخل النادي الاهلي. وكعادتنا احنا دايما سبورت لنادينا، دايما سبورت لاي حد يكون متواجد على راس القائمه او على راس الاداره الفنيه لنادينا الكبير النادي الاهلي، دايما سبورت. وجماهيرنا مش محتاج اقول، عندنا الفتره اللي جايه ثلاث مباريات مهمه جدا، عندنا بيراميدز وعندنا فيوتشر في الدوري، كمان عندنا مباراه النهائيه امام نادي الزمالك في نهائي كاس مصر نسخه 2021. كل التوفيق لنادينا النادي الاهلي.